الافطار العزابي طبعا يعتبر يعني اكبر فعاليه للمجلس العزابي، واللي هو الهدف منه بقدر ما هو انه لمه وفرحه بين الشباب، لكن بقدر ما انه نثبت انه في شباب، في طاقه موجوده في عدن، وفي شباب مليان، وفي يعني قوه موجوده في الشباب، لكن محتاجه فقط انها يعني تستغل بطريقه صحيحه. شباب عدن في الإفطار الجماعي، والهدف منه من غير أي أهداف سياسية أو أهداف دنيوية، إنما هو الهدف منه هو التجمع، هو الفرحة، هو اسمه السعادة والانبساط بين شباب عدن.